ارتفع اسم العراقيب إلى عنان السماء. هي قرية يكتب اسمها بماء من ذهب في تاريخ النضال العربي في الداخل الفلسطيني المستمر في فترته الأكثر حداثة منذ أكثر من عقد من الزمان، حين بدأت أنياب الجرافات تنظف الأخضر واليابس في هذه القرية الثابتة والصامدة بأهلها. مجموعة من الفنانين العرب واليهود الذين يؤمنون بنضال أهل النقب من أجل الأرض والمسكن شاركوا في افتتاح التاريخي لمركز ثقافي في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف. كنا هنا وشاركنا في هذا المهرجان المميز. لا شك أن هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لأهالي قرية العراقيب، لكل القرى غير معترف بها، اللي احنا اليوم جسدنا مركز العراقيب الثقافي بالشراكة مع الفنانين من داخل البلاد عرب ويهود، عقب تكسير أول لوحة التي قمت برسمها على محاذاة شارع 40. اليوم جسدنا إن شاء الله المبنى، وضعنا حدود للمبنى، وأنا شخصياً عزيز سأطلب من أبوي أن هذه قطعة الأرض تصير ملك عام تخدم الأهالي في كل مرحلة من مراحل حياتهم. سبب الاستمرار إن على حق، أول شيء إن على حق، إنها هذه أرضنا فعلا مش أرض دولة، وإحنا صابرين وبنسوي كل المهرجانات هذا لأن نثبت وجود قرية العراقيب كل فترة وفترة، يعني يقول ما بين شهرين ثلاثة نثبت إن موجودين على الأرض. كثير عشان في جماهير ويهود، يعني كل سنة بنسوي هذا تقريبا، وبيجي أكثر من اللي بيجي دائما بالعادة، كمان ننبسط بنسوي فعاليات مثل رسمناهن 4 زيتون وعنب وصبر، دائما هيك بيجوا ناس كثير حتى على المظاهرات اللي قدام الشارع من ظاهر عشان هم يشوفوا عشان يجوا. نحن عايشين يعني حياة كويسة كويسة فرهط وفي العراقيب، والحين اليوم تحديدا انبسط كثير، رسمنا سوينا صورة تجي صياح شيخ العراقيب، كنا قبل بنعيش أحسن حياة أنت تتخيلها، كنا بنربي حالنا بنربي أولادنا مربيين غنامنا و مخلوقاتنا وشجرنا وزيتوننا، ولما هم جوا أقلبوا علينا الدنيا، هدموا الزيتون، كتلوا الخرفان، حبسوا الناس، دمروا بيوتنا.
وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. لا تنسوا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.